أهلا وسهلا بكم في الجلسة الختامية لمؤتمرنا في هذه السنة. أنا منيرة الغدير، ممكن رأيتوني أدور في هذه الأمكنة المتعددة، مديرة الدراسات العليا والأبحاث في معهد دراسات الترجمة. شكرا على حضوركم. أريد أن أرحب بالأساتذة الذين سيساهمون في هذه الجلسة. بجانبي الدكتور عبد السلام بن عبد العالي، والدكتور وائل حسن، والدكتورة فايزة القاسم، والمترجمة نريمان يوسف، والكاتبة إنعام كيجي. شكرا لكم. وأريد يعني أن نستغل هذه الجلسة الختامية في تأمل ما طرح، ولو حتى كان بشكل مختصر، وأيضا أريد أن أثير بعض الأسئلة التي تداولناها في الأيام الثلاثة الماضية. بعد ذلك كل مشارك ومشاركة هنا ممكن أيضا يتحدثوا بشكل مختصر. أنا متأكدة الكل لدي الكثير من الأفكار والتأملات، وأيضا هناك جلسات حرضت الكثير من الأفكار، وخاصة الأفكار أيضا الفلسفية والنظرية. بعد ذلك أحب أن نفتح النقاش ما بين المشاركين والمشاركات والحضور. لكن دعوني أن أقدم بعض ملاحظاتي التي لها علاقة بهذه الأيام السابقة، وأيضا لموضوع مستقبلي. شهد العالم العربي والإسلامي كما ذكر في عدة محاور تجارب ومشاريع في الترجمة، بعضها توقف والآخر ما زال مستمرا في استضافة الغريب، وهنا أستخدم عنوان كتاب الدكتور عبد السلام بن علي الجديد. تطرقت المداخلات إلى نقاش حركات الترجمة في العالم العربي، لكن لو ركزنا على أواخر القرن العشرين فسنتذكر مشاريع مختلفة، وأحضرت نسخة وزعناها عليكم لكي تعطيكم هذه الإحصائيات، وقد أخذناها من كتاب الترجمة في العالم العربي والواقع والتحدي لشوقي جلال. أيضا هذه الإحصائيات أدهشتنا عندما سمعناها من السيد جيل غواتييه بالأمس، وذهلنا بمفارقة الأرقام. وما يلاحظه أيضا أي متابع أو باحث هو تراجع مشاريع الترجمة في النصف الثاني من القرن العشرين، كما أن إنتاج الأعمال المترجمة لا يقارن أبدا بما تنتجه المدن الأوروبية، كما أيضا تشير إليه هذه الإحصائيات. أعتقد هناك أسئلة تثيرها كل هذه الأرقام، والزملاء والزميلات ممكن يشيروا إلى ذلك ويتحدثوا عنه، لكن بالنسبة لي السؤال ليس ما نصيبنا من في الترجمة في العالم العربي، وإنما كيف نخلق مجتمعا معرفيا جديدا أمام التحديات السياسية التي تمر فيها مناطق كثيرة من العالم العربي في ربيعه سأسميه الرمادي. وإن كانت تلك الإحصائيات لم تلتزم الدقة، إلا أنها تجعلنا أيضا نعيد التفكير في فهمنا للاقتصاد المعرفي الذي نراه في استراتيجيات أغلب الدول العربية، وخاصة الدول في منطقة الخليج. هذا الاقتصاد المعرفي كيف تحقيقه من دون ترجمة؟ سمعت أيضا ملاحظة بالأمس من أحد الجمهور، وكانت تتحدث بحماس شدنا إلى نبرة صوتها، عندما كانت تتحدث عن إمكانية التعاون ما بين المؤسسات الموجودة حاليا لمضاعفة وتكثيف الجهود لعمل مشروع ضخم في العالم العربي للترجمة. ولا أدري إذا كنا يعني نتخيل مثل هذه المشاريع، لكن أنا أرى أننا ما زلنا تحت تأثير فانتازيا بيت الحكمة. لربما أحدكم سيقول أو إحداكم ستقول لابد أن نبني أعمدة هذا البيت من جديد.
بالنسبة لي وبجملة مختصرة، العالم العربي محبوس اللسان بلا ترجمة. عبد السلام بن عبد العالي يرى أن أزهى عصور الفكر غالباً ما تقترن بازدهار حركة الترجمة. أيضاً أريد أن نفكر في عنوان الجلسة، كيف نقرأ كلمة إحياء، وخاصة عندما ترتبط بالترجمة؟ هل هي محاولة استرجاع ماض ازدهرت فيه حركات الترجمة والانفتاح على الآخر، أم أنها تجعلنا نفكر في بعث الحيوية؟ وسأعود إلى مفردة مفضلة ذكرتها يا دكتور، الانتعاش في جسد ما بين الحياة والموت. أيضا كلمة خليج لها دلالات لا نهاية لها في هذا السياق، الكلمة التي تستدعي النزاع على تسميته في الخرائط ونشرات الأخبار العالمية ما بين أصل فارسي وآخر عربي، بالإضافة إلى دلالات الموقع الجغرافية والثقافية التي تضم كما نعرف دول الخليج. ولا أستطيع أن أغفل معنى كلمة الكلمة خليج بالإنجليزية غلف، وهي الثغرة الواسعة الهوة ما بين الدال والمدلول، ما بين الدول واللغات الحدود. لكن كيف نستطيع غمر الفراغ ما بينها بالحوار، بالتواصل، التفاعل؟ وهذا أيضا يجعلنا نتساءل مرة أخرى، هل ترجمة الخليج ممكنة؟ وأنا هنا أشير إلى موضوعنا للمؤتمر القادم إن شاء الله، الذي سيركز على محاور ترجمة الخليج. وبودي أن أثير بعض النقاط لهذا الموضوع المستقبلي، وبعد ذلك نستمع إلى مداخلاتكم ومداخلاتكن. كيف تكون الترجمة في هذا السياق جسراً يربط الأجزاء، الموانئ والحواضر، وبما تفيض به من إنتاج عرب ثقافي وأدبي، بالإضافة إلى الأقليات والأديان إلى آخر هذه التنوعات والتشكلات؟ بأي لغة نترجم لغات الخليج ولهجاته وتاريخه الشفاهي وما يحمله من آثار حضارات أخرى؟ هذا فكرة لتغاس the trace، الأثر، التي أيضا تصيب فعل الترجمة بالتأتأة أو الاستحالة. لربما تعرف بعض منا على من، خصوصا الذين يعني البعض الذي يعيش هنا، أن من يعيش هنا أيضا يعيش هذا الحشد اللغوي، يشعر أنه يشكل أو أنه جزء من أقلية، وأن هناك أغلبية تضطهده لغويا وثقافيا. لكن في أغلب المدن الخليجية في رأيي ليس هناك إلا الأقليات، وبالتالي تصبح الترجمة انعتاق من فانتازيا اضطهاد وسيطرة الأغلبية. وهنا أتذكر جاك دريدا حين عبر عن إشكالية مشابهة، ليس لدي لغة حتى أتمكن من رفع التظلم. أيضا أريد أن نفكر في الترجمة حين لا يستطيع الخليج التخلص من جغرافيته المتخيلة وشرقنة الشرق، التي سمعنا أيضا أطروحات متعددة في هذا المؤتمر، والتي أيضا قرأنا عنها كثيرا في الكتابات الاستشراقية، وكأن المدن الخليجية تضفي على ذاتها عالما متخيلا يبعث السيمولاكر، الصورة الطيفية، دبي الدوحة، دبي سنغافورة، وتعددات المدن، الدوحة أبو ظبي، جدة، المنامة، الخليج، البحر، أيضا الصحراء ما بينهما وحولهم. هل نعود إلى استشهاد الدكتور عبد السلام بن عبد العالي بعبارة إمبرتو إيكو أن لغة أوروبا هي الترجمة؟ هل بالإمكان أن نجد صيغة ثقافية وحضارية في العالم العربي ومنطقة الخليج لهذا المفهوم المعرفي الذي ليس مهووسا بالبحث عن الأصالة والأصل؟ كيف نفكر بالذي سيأتي مستقبلا في فضاء يحمل الافتراضين التي ذكرهما دغيدا؟ الأول، لا يمكننا أن نتكلم أبدا إلا لغة واحدة، والثاني، لا يمكننا أن نتكلم لغة واحدة فقط.
هذه ملاحظاتي القصيرة، ولا أريد أن آخذ الوقت من هذه الجلسة الختامية، وأتمنى أن نفتح يعني المداخلات للمشاركين والمشاركات، وبعد ذلك الأسئلة. فتفضل دكتور عبد السلام. شكرا. طبعا في هذه الجلسات الختامية عادة تطرح صعوبة، لأنه لا يمكن أن تلم بكل الانطباعات والإحساسات والأفكار التي خطرت ببالك أثناء الجلسات، ولكن أظن في استطاعتنا أن نرد تقريبا كل ما قيل في إطار جواب عن السؤال الذي طرحته الأستاذة منيرة، وهو أن الهم الأساس في كل هذا وبعد كل هذا هو كيف نخلق مجتمعا جديدا. إذن سأتحدث عن الترجمة كأداة لهذا المجتمع الجديد في نقط ثلاث صغيرة ومركزة. أولا، الترجمة هي أساسا أداة تربية، وهي أساسا أداة تحديث، وهي أخيرا أداة تحرر. ترجمة أولا وقبل كل شيء أداة التربية، لأنها تعلم شيئا أساسيا وهو روح التشكك. بالأمس تحدث الأخ عن شكوك بطليموس. المترجم هو الذي يشك دائما في نفسه وفيما يقدمه من اقتراحات. وقد تبين لنا هذا بوضوح خلال الندوة، بحيث إن كل المتدخلين لم يتحدثوا عن انتصاراتهم على النصوص وعما قاروا وعما تمكنوا منه، بل عن انهزاماتهم أمام الألفاظ والتعابير والمعاني والصعوبات التي لا يفتأ أي مترجم، صعوبات ذاتية وموضوعية ولغوية وإيديولوجية وسياسية، الذي ما يفتأ أي مترجم في أي ميدان يلاقيها. إذن المترجم هو بالأساس، هناك عبارة يستعملها الفرنسيين لأولئك الذين يعهد إليهم تذوق الشاي وتذوق القهوة وتذوق الخمور، المترجم هو متذوق للكلمة، يعني يحاول الديجستاتور كما يقول الفرنس، يحاول أن يقف عند اللوينات لنيونس، عند الفروق البسيطة التي تميز هذا اللفظ عن ذاك، والذي تجعل هذا اللفظ أكثر قابلية لأن يحل محل الآخر، أو هذه العبارة لأن تعبر شيئا ما عن اللغة. إذن يبدأ المترجم منذ البداية بأن عمله مستحيل وهو يقبل هذا، وأن كل شيء لا يمكن ترجمته أن تردد، ولكن يبدأ منذ البداية، يسلم منذ البداية أن عليه أن يترجم. إذن ترجمة مستحيلة ولكنها ضرورية، هذه فضيلة المترجم، أنه هو متواضع بالتعريف لأنه منهزم بالتعريف، ولكنه شجاع لأنه متحدي للغات ومتحدي للمعاني ومتحدي للكلمات. إذن الترجمة هي تكريس، بالأمس تكلمت عن الغرابة، أول أمس هي تكريس للروح النقدية بالأساس. بارك سلامس يعني. إذا كان هناك درس في أي معهد يعلم الطالب روح النقد فهو الترجمة أساسا، لأن المترجم هو هذا الذي لا يقبل مبدئيا، هو الرجل الذي لا يقبل. النقطة الثانية وهي أساسية، أن الترجمة أداة تحديث، وهذه أساسية بالنسبة لنا نحن العرب. لماذا؟ لأن لغتنا بفعل عوامل لا داعي لذكرها، وهي عوامل حضارية معقدة، أنها لم تعرف تحولا حقيقيا.
لا في بنيتها ولا في مفرداتها ولا في معانيها مع الأسف في بعض الأحيان. إذن كيف تكون الترجمة أداة التحديث؟ الترجمة هي فتح اللغة على آخر، وبالتالي فتح الأبواب لضيف لا بد أن يكون مزعجا ككل الضيوف طبعا، مهما كان نحن العرب مشهورون بالكرم، ولكن أي ضيف هو مزعج إلى حد ما ومنزعج من الحضور في بيتك، مهما كانت رحبة صدرك ومهما كان ساعة صدره. أيضا هذه في اللغة تتم، ولكنها فضيلة. فضيلة لماذا؟ لأنها تزحزح قواعد اللغة. هناك عبارة لبروست، مارسيل بروست، مشهورة جدا، يقول فيها إن الروائع العالمية إن الروائع العالمية تبدو كأنها مكتوبة بلغة أجنبية. هذه النقطة الأساسية، أن اللغة تصبح لغة إبداع عندما تخرج عن قواعدها. والترجمة مهمتها الأساسية هي دفع هذه اللغة. أول أمس تحدثت عن الدفع العنيف، وعنيف رمزيا طبعا. اللغة الترجمة هي المناسبة التي تفتح فيها اللغة، تتعرض فيها اللغة لدفع عنيف يأتيها من لغة أخرى، وهذا الدفع لا يمكن أن يكون إلا محمودا. وأعتقد أنه هو وسيلتنا في التحديث. تلاحظون أن اللغة العربية عندما يمارسون لغات أجنبية هي لغة تسميز بموسيقى جديدة وبخلو حروف العطف وأدوات الوصل، لأن اللغة العربية القديمة لغة وصل واستمرار ورتابة. فالجمل الجديدة هي جمل قصيرة لا تترابط فيما بينها ترابطا تقليديا إلى آخره. إذن اللغة أداة تربية وأداة تحريض. الترجمة أخيرا أداة تحرر. لماذا؟ هذا الفكرة عبرت عنها في تعليقي عن تدخل غوتي. الترجمة تخلق كائنات جديدة، ما سميته بالكائن السندبادي. يعني المترجم هو الرجل الذي يعيش، الذي كما قال ديريدا وكما قال التعبير الذي أعطته الدكتورة منيرة، أنه لا لغة له وله لغة. مصيبته هي هذه، أنه يعيش بين، وهذه العيش بين في النهاية فضيلة أيضا. لماذا؟ في عبارة معروفة لحنة أرندت لما أجبرت على الخروج من ألمانيا وذهبت إلى أمريكا، وكان يعرف عنها أنها تتعمد النطق بالإنجليزية بكيفية عسيرة، تتعمد وتلح على أن لا تنطق اللغة الإنجليزية بكيفية سليمة، معتبرة، وهذه عبارتها كما تقول، هي أن لغتها هي وطنها. طبعا هي فقدت كل شيء مع هذا اللغة الألمانية، فكانت تقول لغتي هي وطني. أنا أعتقد أن وطن المترجم هو بين اللغات. أن وطن المترجم هو بين اللغات، وهذه البينية أيضا بينية محمودة. لا 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 لا, لا تعتقد أنني أدعو إلى تخلي عن الجنسية القومية، ولكن على خلق هذه الكائنات السندبادية التي تعشق البين. وشكرا. شكرا لك يا دكتور. الآن ممكن دكتور وائل إذا أردتم، أو أي زميلة. أنا يعني حضرت بعض الملاحظات بالإنجليزية فسأقرأها وأتدخل فيما بعد بالعربية لو فضلتم. يعني I want to thank first Dr. Munira Al-Ghadir, Director of the Postgraduate Studies at the Translation and Interpreting Institute, for inviting me
and to thank Dr. Amer al-Maliki, the executive director of the Institute, for sponsoring it. I would also like to congratulate them both, along with their colleagues and students, on its ongoing success. We in the Arab world have been living in translation for more than a century and a half, and there is no indication that this is going to change anytime soon. Of course, this is nothing new. Arab civilization was built on extensive translation activity from nearly all the major languages at the time, Greek, Syriac, Persian, Sanskrit, to name only the most obvious. This is a well-known story, and I don't need to repeat it to you. However, the translation we have been living since the mid-19th century is of a different kind, namely colonial translation. And decades after independence, we continue in that condition. I want briefly to make two theses related to literary translation from and into Arabic. The first thesis is, we in the Arab world do not yet see ourselves as exporters of culture, only as consumers of it. We have been translating European literature, philosophy, and social thought into Arabic since Rifaat Tahtawi. The intellectual disposition we inherited from the Nahda at least partly explains why we in the Arab world do not, as a matter of national policy, and I'm speaking mainly of governments, ministries of culture, and the various state organs for the dissemination of literature, promote the translation of our own writers into other languages. Recent initiatives to translate the winners of the Naguib Mahfouz Prize, sponsored by the American University in Cairo Press, and the finalists of the International Prize of Arabic Fiction, the so-called